سيد قسطنطين، كيف ترد على هذا الكلام وما الذي تنتظرونه اليوم من اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو؟ أهلا وسهلا. بالنسبة لتحقيق أهداف روسيا، الرئيس الروسي والمسؤولين الروس لم يعلنوا عن هذه الأهداف بشكل واضح. كان في البداية الأهداف المعلنة الاجتثاث بالنازية وتخفيض قدرة أوكرانيا العسكرية. فبالنسبة لهذه النازيين، أنا شخص يعني مولود في أوكرانيا، عايش لـ 42 سنة، يعني ما شفت أي نازي هنا في حياتي. ومن هم النازيين الذين تتكلم عنها روسيا؟ وبنفس المنطق ننظر في كل الأهداف المعلنة الأخرى، لم تكن هناك أهداف واضحة، فلذلك لم نعرف أن إما روسيا حققت أهدافها أم لا. أما بالنسبة لأوكرانيا، كما تعلمون، هناك اجتماع وزراء على مستوى الناتو اليوم. نحن ننتظر إلى دعم وزيادة المساعدات المالية ومساعدات التي تساعد أوكرانيا في مواجهة أزمة الطاقة نتيجة للاستهدافات الروسية.